هكذا مشاهدين الكرام متابعين الأعزاء أينما كنتم، عشاقي هذه الأصالة، محبي هذا التراث، تراث الآباء والأجداد، أعطيت إشارة البداية لانطلاق ثاني أشواطنا في هذا الصباح الجميل ضمن انطلاقات تمهيدية لسن الحقائق. نسير وياكم نحو المقدمة والصدارة الأولى. من يستفتح إذاعة هذا الشوط؟ هذا هو عزام خليفة بن علي بن حمد العطية، من يتقدم نحو المقدمة والبداية الأولى، بينما المركز الثاني الوصول من مخلاب مصبح بن مطر بن مصبح بن سالم الكتبي، من يتقدم على المركز الثاني. المركز الثالث وصل ليث لراشد بن علي بن راشد المنصوري، من يتحرك على ثالث المراكز. المركز الرابع القادم الواري سعيد بن عبيد بن سعيد بن راشد السبوسي، من يتحرك على المركز الرابع. المركز الخامس الله اللي قادم وصل عالي حمد بن علي بن خميس القبيلي، من يتقدم على المركز الخامس. هكذا هي النتيجة للمراكز الأولى المتقدمة نحو الصدارة والبداية الأولى، لكن العودة إلى المقدمة، العودة إلى الصدارة، إلى البداية الأولى. ليث ليث ليث، من يتقدم لراشد بن علي بن راشد المنصوري المنصوري، بينما المركز الثاني الوصول في هذه اللحظات من حالي حمد بن علي بن خميس الغليبي، من يتحرك في هذه اللحظات، بينما الدخول بينما الوصول من هنالك الواصل شيبوب لأسعد بن عبيد بن سعيد بن علي الزرعي، من يقدم هذا الأداء الكبير والممتاز مندفعا نحو الصدارة نحو البداية الأولى. هذا هو شيبوب، من يتقدم بهذا الأداء الكبير، بهذا الاندفاع الجميلة والممتازة. أسعد بن عبيد بن سعيد بن علي الزرعي، من يقدم هذا الأداء الكبير، بينما الوصول في ثاني المراكز والقدوم من حالي حمد بن علي بن خميس القبيل الغليبي، من يتحرك على المركز الثاني. وصلت الأسماء، وصلت الشعارات، تحرك لهب محمد بن سلطان بن محمد بن علي الهاشمي الهاشمي، ولكن خلاص شيبوب شيبوب مع الفوز مع الانتصار. أسعد بن عبيد بن سعيد بن علي الزرعي، من يقدم هذا الأداء الكبير، أول أشواط الجعدان يقادر مع شيبوب لأسعد بن عبيد بن سعيد بن علي الزرعي. المركز الثاني وصل هنالك في ثاني المراكز لهب محمد بن سلطان بن محمد بن علي الهاشمي. المركز الثالث وصل هنالك علي لحمد بن علي بن خميس القليبي، من يصل في ثالث المراكز. عودة إلى التوقيت الزمني 2:58 بالوفاء والتمام، التوقيت الأفضل حتى هذه اللحظات. فتهانينا والناموس لمالك شيبوب أسعد بن عبيد بن سعيد بن علي الزرعي على هذا الفوز والانتصار. فتهانينا والناموس إلى جميع الفائزين.